معك على الشاشة. نحو نعم نحو النفق نعم. والسيارة الأخرى لا تزال في الكثافة الأولى، هذه سيارة النعاش تتجه إلى فتحة النفق نعم. الآن تعود القاقرية إلى الوراء إلى فتحة النفق لتقترب منه، وهذا طبعا المختار مؤشر على أنه بالفعل نعم. اقتربت لحظة إخراج الطفل ريان نعم. من هذا النفق نعم. ومن هذه البئر. نعم، السيارة الأولى التي كانت جاهزة منذ نحو 3 ساعات الآن هي أيضا تستعد للتحرك نحو الوراء بشكل متتابع مع السيارة أو الوحدة المتنقلة المختصة في الإنعاش. تعاني بعض المشاكل بالنظر إلى أن العجلات توجد في منطقة فيها الأتربة، ولكن هناك جهود لتتوجه في نفس المطار الذي سلكته الوحدة المتنقلة المختصة في الإنعاش. وبالتالي فأمام باب النفق سيكون هناك سيارتين للإسعاف، السيارة الأولى التي كانت تقل قبل قليل والدي الطفل ريان، والوحدة المتنقلة التي جاءت لتدعم. نلاحظ الآن هناك محاولات، المحاولة الأولى والثانية باءت بالفشل لأن المنطقة تعرف بتربتها الهشة، وهناك العجلات وقعت في الأتربة مما صعب عملية أن تلحق على الفور بسيارات الإسعاف الوحدة المتنقلة المختصة في الإنعاش. الآن هناك محاولة للتوجيه لتتخطى هذا المكان الذي تواجد به الأتربة ومباشرة أن تلحق بالسيارة الأولى المختصة في الإنعاش. إذن هذا هو المشهد من جانبي. نلاحظ أيضا عناصر الدرك الملكي إعادة للانتشار بشكل يوفر أمان أكثر للحشود، تحديدا تأمين الطريق من جهة اليمين ومن جهة اليسار. هذا هو المشهد، سيارة الإسعاف تحاول أن تتحرك في اتجاه الخلف باتجاه الوحدة المتنقلة للإنعاش. الجماهير الحاضرة تترقب أيضا ماذا سيحدث، وهذا هو المشهد من هذه المنطقة التي أتواجد بها في بداية الطريق التي تؤدي إلى المغادرة من القرية. سيارة الإسعاف لا تزال تحاول. إذن ما زلنا نترقب، إذن يمكن أن يخرج الطفل ريان بإذن الله ما بين لحظة وأخرى. ألخص ما قاله مختار العبلاوي، سيارة الإنعاش عادت إلى الوراء باتجاه فتحة النفق العرضي الذي يؤدي إلى البئر التي سقط فيها الطفل ريان، تمهيدا أو استعدادا لخروجه في أي لحظة. هذه السيارات موجودة منذ مدة، وأيضا هنالك سيارتان، سيارة للإنعاش وسيارة إسعاف عادية. سيارة الإنعاش الآن هي التي دخلت عند مدخل النفق، تلحقها السيارة الأخرى. طبعا التكبيرات مستمرة من الحشود الموجودة هناك انتظارا للحظة خروج الطفل ريان من هذه البئر التي سقط فيها في شفشاون. مختار العبلاوي، هنالك حركة الآن من رجال بزي، أتمنى أن يكونوا يحملون معهم الطفل ريان، لكن لا ندري ما الذي يجري. مختار العبلاوي، هذه الحركة الآن هل هي مختلفة عن ما كنا نشاهده من قبل؟ Thank you.
إذا خرج طفل ريان من النفق بعد 5 أيام من سقوطه في البئر بضواحي.